ان الكابتن خطيب مفترض وصل القاهره النهارده بعد رحله علاج طويله تخللها، يعني عمل عمره في السعوديه وبعدين راح اهو وصل القاهره اهو، كان في استقباله اعضاء من مجلس الاداره. انا شايف اهو موجود السيد العمري فاروق، موجود الكابتن طارق قنديل، موجود الكابتن سراج، موجود كابتن اسامه حسن، الدكتور سعد شلبي، زميلنا الاستاذ جمال جبر، كابتن سمير عدلي، الناس يعني موجوده في استقبال وناس من النادي في استقبال الكابتن محمود الخطيب في مطار القاهره. وصل بسلامه الله وبحمد الله، ونقول له الحمد لله على السلامه يا بيبو. الحمد لله على سلامتك طبعا يا كابتن. الكابتن خطيب يعني غاب فترة رحلة علاج تخللها عمرة في السعودية، وبعد راح دبي كام يوم، ثم عاد مرة أخرى لفرنسا، والحمد لله لو تفتكروا أنا قلت لكم الحمد لله صحته كويسة، مفيش أي مشاكل، وراجع مفيش أي مشاكل، ويبدأ بقى الفترة القادمة. عنده مشروعات كتيرة جدا مع النادي الأهلي تحتاج إلى مجهود ضخم جدا. يعني أنا بشوف إن الأهلي الفترة الجاية عنده شغل قد الفترة اللي فاتت 20 مرة، رغم كل الإنجازات اللي الناس شايفاها، لكن الاهلي عنده مجهود انشائي. بص انشائي وانت بتتكلم في استاد ودراسات وشغل الفتره الجايه، بتتكلم في 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 مشروع اللي هو بتاع الفرع الخامس بتاع التجمع هيفتتح وتحدد له يوم 25 نوفمبر، واللي احنا عارفينه انه الفرش بتاعه وصل واتجهز وابتدي بيفرشوا فيه دلوقتي يعني. وانا اهو ده 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 الفرع بتاع التجمع الخامس، بص الناس شغاله اهو، العمال اللي بيجهزوا بيلمعوا بيعملوا الرتوش الاخيره زي ما احنا شايفين اهو في الصور. ده الفرع بتاع استاد التجمع الخامس، وواضح انه حاجه يعني عاليه المستوى، حاجه شيك. ادي السيد العامري فاروق نائب رئيس النادي في بيتفقد الرتوش الاخيره او الخطوات الاخيره بالنسبه لفرع التجمع الخامس، عشان خاطر المفترض انه هيتم افتتاحه مبدئيا حدد يوم 25 نوفمبر حتى الان، ربما يتاخر شويه او يتنفس في الميعاد، لكن خلاص الاهلي في الخطوات الاخيره لهذه القصه. فالاهلي عنده شغل كتير جدا الفتره الجايه، ويحتاج للتركيز جدا. وانا نصحت وقلت، ولما بقول يا جماعه ان الاهلي ارجو ان كل المنظومه او الجمهور حتى يتعامل مع القصه دي مش بالانتماء، بالتشجيع، فكره انماء وزياده مداخيل وتكوين مؤسسه اقتصاديه رياضيه لاول مره في مصر، ان نادي يتحول من نادي رياضي لنادي اقتصادي رياضي، ويعمل هذه المداخيل اللي المفترض تدر دخل كبير جدا عليه وبالتالي على الدولة. وده الكلام اللي لازم كلنا نشتغل عليه، ده استثمار وده اقتصاد. يعني لازم نبعد يعني بعينينا نبص نظرة أبعد شوية من فكرة الملعب والكورة، وجابوا مارسينيو ولا ما جابوش مارسينيو، وسافيو معرفش إيه، والزمالك جاب مين، كل ده ماشي في اطار الملعب اوكي، لكن خلينا نبص للموضوع بنظره اعمق. ولما بقول كده وبقول خلي الاهلي مثل وقاطره، لان الاهلي بدا والاهلي انطلق والقطار انطلق وعمل اربع شركات تساهم في ده، فده حاجه مش حاصله في اي نادي في مصر. والاهلي بدا يجهز وهيعلن ومضى عقود شراكه لانشاء الاستاد، وهتكلم دلوقتي، والاهلي بيتكلم في رعايات تخطط ال 2 مليار وهنتكلم دلوقتي. فانت بتتكلم في منظومه اقتصاديه بتبنى، نجاحها يعني نجاح كل من هو مثيل للاهلي اللي هو الزمالك، اللي انا اتمنى يهدى. الزمالك اتمنى يهدى، لانه الزمالك عنده نجاح في كره القدم عالي جدا، فلازم يستثمر هذا النجاح في البنى، في البنى، في البنى، مش في الحروب والخناقات والحواديت. الطبيعي كده، تستثمر النجاح في البناء. ودايما بقول كده، هو مش عيب اقول لك احتذي وخد النموذج، مش عيب. الشطاره اللي انا يا عم اخد الاهلي النموذج ده واعديه، هي دي الشطاره.